صباح الخير. قبل سنتين كنت بقرأ بقصة بنت صغيرة، واليوم حاب أشارككم فيها. هذه الصورة لبنت صغيرة انولدت في مجتمع بتطلع إلها نظرة عنصرية. مهما حاولت تعمل أو مهما حاولوا يعملوا أجدادها وآبائها، كل المجتمع كان بتطلع إلهم نظرة دونية. على الرغم من هيك، إمها وأبوها حاولوا يوفروا لها كل إشي ممكن، موسيقى، باليه، لغات. واللفت نظري بقصتها إنها كانت تصحى كل يوم الصبح وتلاقي جنبها وجبة. هذه الوجبة ما كانت كورن فليكس، ما كانت وجبة فطور، كانت وجبة كتب. كان مفروض عليها تقرأهم مع إمها بإشي يومي، يعني كل يوم مجموعة كتب لازم تخلصهم مع إمها. واللي لفت نظري كمان إنه أبوها كان يرتب لها جدول من الرحلات. بتتذكروا لما كنا صغار وين كنا نحب نروح؟ ملاهي، كنا نحب نروح على مدينة ألعاب نلعب. هذه البنت الصغيرة أبوها كان يرتب لها جدول للجامعات. كانت تروح عمرها 6-7 سنين على جامعات حتى يوسع لها آفاقها. في رحلة إلهم بالطريق إجا على بالها همبرجر، فوقف أبوها يشتري لها قطعة همبرجر. وتخيلوا لما أكلتها شو كان فيها؟ كان فيها بصل. كل هذا لأنه بشرتها كانت سودة. المهم، وقفوا بنهاية الرحلة قدام البيت الأبيض وحكت عبارتها الشهيرة. حكت: قد لا أستطيع الحصول على شطيرة همبرجر من مطاعم البيض بسبب بشرتي السوداء، ولكنني حتماً أستطيع أن أصبح رئيسة الولايات المتحدة الأمريكية. في حد فيكم عرف مين ممكن تكون؟ تمام، هي نفسها كونداليزا رايس، هي نفسها المرأة السوداء الأولى اللي دخلت على البيت الأبيض، هي نفسها اللي غيرت في العالم كتير، سواء منتفق معها أو منختلف معها، هي غيرت. مش بس كونداليزا رايس اللي كانت تصحى كل يوم الصبح لتلاقي وجبة كتب تقرأها مع إمها. حد بيعرف مين ممكن يكون هذا الشخص؟ هذا الشخص هو نفسه اللي لولا اليوم ما كنا شايفين بعض، هو نفسه اللي بيحكوا عنه الشخص الذي أنار العالم، وهو نفسه كمان اللي لما راح أبوه على المدرسة يسألهم شو ممكن يدرس، قالت له المعلمة إنه أغبى من أن يتعلم وانطرد من المدرسة. هو توماس أديسون اللي لما سألوه بآخر حياته شو أسباب نجاحك، قال: القراءة الدائمة بلا انقطاع والعمل الدائم بلا يأس. الإعلامي الشهير الدكتور طارق سويدان. الدكتور طارق سويدان معروف بقدرته على التحدث لمدة ساعات طويلة من غير توقف، ما في ورقة، ما في معلومات، بس بيحكي. الدكتور طارق سويدان بقرأ في الشهر من 10 ل 20 كتاب، وفي رحلة له كانت مدتها 16 ساعة قرأ 6 كتب. توماس جيفرسون هو أحد رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية. لما انحرقت مكتبة الكونغرس في عام 1812، جيفرسون باع 6000 كتاب من مكتبته الشخصية لمكتبة الكونغرس. قديش بتتوقعوا كانت مكتبته؟ كان فيها 10000 كتاب. محبوب الجماهير العربية كلنا بنعرفه، أحمد الشقيري في كل خواطر دائما بيطلع القراءة القراءة القراءة، وعبارة له بتحكي: قارئ اليوم قائد الغد. كمان صارت حملة بعدين، وبيقول إن أمة لا تقرأ هي أمة لا تستطيع النهوض. العالم المصري الشهير الدكتور أحمد زويل حائز على جائزة نوبل في الكيمياء، لو نرجع ونقرأ بتاريخه لما كان صغير كان من الناس كمان اللي بيحبوا القراءة. القراءة مش بس بتغير بحياة الأفراد، مش بس بتصنع المؤثرين وبتصنع المبدعين. في إحصائية كنت بقرأ فيها بتقول إنه المبدعين بقرأوا سنوياً 50 كتاب. تخيلوا 50 كتاب سنوياً على الأقل. القراءة كمان بتغير في حياة الأمم في نهضة الحضارات. بيقول راي برادبوري: ليس من الضروري أن تحرق الكتب لتقتل حضارة، اجعل الناس تكف عن قراءتها وسيتم ذلك. قبل 3 سنين كنت بقرأ بإحصاءات بتحكي عن فرق في مستوى القراءة ومعدل القراءة بين الوطن العربي وبين أوروبا وأمريكا. الإحصاءات بتحكي إنه إحنا العرب نقرأ في السنة بمعدل، قديش بتتوقعوا؟ نقرأ بمعدل 10 دقائق سنوياً مقابل 36 ساعة للمواطن الأمريكي أو الأوروبي. ومش بس هيك، في 2008 إحصاءات اليونسكو على الصعيد العالمي، وهون عنا يعني مؤسسة الفكر العربي، بقولوا إنه إحنا بنتشر عنا في السنة بمعدل 28,000 كتاب في الوطن العربي مقابل 206,600 كتاب
في بريطانيا و 172 ألف كتاب في أمريكا. يعني بيطلع لكل 12 ألف مواطن عربي كتاب واحد يشتركوا فيه في السنة. مين فيكم زار أوروبا وأمريكا أو ركب عندهم بالقطارات والأنفاق هناك؟ القطارات والباصات مواصلات النقل العام. مشهد نلاقيه هناك إن الناس عم تقرأ كتاب. ممكن واحد ماسك آيباد وعم بقرأ كتاب. وهذا الإشي الواقع، أرض الواقع. حتى ما نضل بعالم تنظير وعالم الإحصاءات، قبل 3 سنين بدأت أنا ومجموعة من زملائي وزميلاتي في كلية الطب في الجامعة الأردنية، بوجه لهم تحية من هون من تيدكس، موجودين بناتكم، بدأنا بفكرة نادي الكتاب 96. فكرة نادي الكتاب 96 نشر ثقافة القراءة في المتعة. إحنا شباب وطلاب جامعات مش كتير عنا وقت وتخصصات مختلفة، بس بدنا نقرأ، بدنا نزيد حصيلتنا المعرفية. بلشنا بثلاث أهداف. الهدف الأول زيادة حصيلتنا المعرفية والأفكار والثقافة وهاي الأشياء. الشغلة الثانية نلتقي كل شهر على أساس كتاب واحد، مش 10 كتب ولا 20 كتاب مثل الدكتور طارق سويدان. نتناقش بهذا الكتاب، نتبادل أفكار حواليه، وممكن يكون على شكل مناظرات، ونتقبل بعض. كثير مختلفين بس نتقبل بعض. والهدف الثالث نتبادل خبراتنا الشبابية الإيجابية. إحنا كثير بنكون متعرضين لضغوطات خلال الشهر، دراسة، امتحانات، وناس بتشتغل مع الناس كمان خريجين. فإنه بنلتقي بهذا الشهر وأول سؤال بنسأله، شو عملت خلال الشهر الماضي؟ شو أنجزت خلال الشهر الماضي؟ في عنا فقرة هيك اسمها شو في ما في. فبنتبادل خبراتنا الإيجابية. لهلأ عملنا 20 لقاء. إحنا بلشنا ب 13/3/2010، عملنا 20 لقاء قرأنا فيهم تقريبا 18 كتاب، مثل ريتش داد بور داد، الأب الغني الأب الفقير، بتعرفوه. قرأنا كتاب العادات السبعة للأشخاص الأكثر فعالية. قرأنا كتب عربية، عبقرية عمر، كيف تخطط لحياتك. يعني كتب بتهمنا، كتب من واقعنا، كتب نتناقش فيها بمواضيع بتفيدنا بحياتنا. مش بس بنقرأ كتب، كان في عنا كمان أنشطة بنعملها. قبل شهرين تقريبا نزلنا على وسط البلد في رحلة سميناها رحلة البحث عن الكنز في وسط البلد. شو الكنز؟ نزلنا ندور على بسطات الكتب الموجودة هناك. بتبيع الكتب بأسعار كتير رخيصة، يعني بعشرين دينار هيك بتجيب 6-7 كتب. فنزلنا وقسمنا هذه البسطات على شكل محطات. هناك كل فريق كان يدور على لغز كتاب ولغز مكان. طبعا وكانت هي على شكل مسابقة. وآخر شيء كانت محطتنا بجبل القلعة. هلا أنا بدي أورجيكم صور منها لهذه الرحلة. محطتنا بجبل القلعة، هناك كان في عنا مسابقات. هون كان في عنا مسابقات. وكمان كان في عنا طبعا جوائز أخذوا بعدين بوك مارك، وأعطيناهم جائزة كانت كتير بسيطة. هي كانت كنز بس يعني بشكل أو بآخر. إحنا بلشنا بعمان، بنادي بعمان. بلشنا كنا 15، هلأ الحمد لله إحنا عددنا بازدياد. أنا 3000 فان على صفحة على الفيسبوك. هلأ عنا نادي تاني في التكنو بلشنا فيه من 7 أشهر. طبعاً تحية إلهم بإربد. وإن شاء الله قريباً رح تشوفونا في محافظات تانية في الأردن. وإن شاء الله بعدين أو يعني صار إلنا برا الأردن إن شاء الله فروع، ورح نتواصل معهم. واللي كانوا معنا في اللقاء الأخير إحنا تواصلنا مع الناس من UK في دبلن في أيرلند، صار عندهم الفرع الأول خارج حدود الأردن. الفكرة إنه إحنا بعالم متسارع، عالم بيشهد تغييرات حضارية، تسارع معرفي. 70% من حصيلتنا المعرفية بتشكل عن طريق القراءة، مش عن طريق الفيسبوك ولا عن طريق التلفزيون. 70% من أفكارنا، معتقداتنا، طريقة قناعاتنا بتتشكل من خلال الأفكار اللي بتدخل لعقولنا. هذه الأفكار بعد وقت بتتحول إلى لغة منطلقة، إنسان متحدث، إنسان بيعرف يعبر عن أفكاره في مكان وجد فيه، انطرح موضوع نقاش، إنسان مليان. بتتحول إلى شخصية ناضجة، شخصية واعية بالإشي اللي بيصير حواليها. بتتحول إلى مهارات، سكيلز. مع الوقت بتتحول إلى إنجازات على أرض الواقع. بتتحول إلى أشخاص بيأثروا في العالم. ارجعوا لكل تاريخ الأشخاص العظماء، دوروا كويس، رح تلاقوا إنهم عن جد كانوا يقرأوا. لما سألوه لفولتير الأديب الفرنسي المشهور من الذي سيقود الجنس البشري، قال الذين يعرفون كيف يقرؤون. شكرا كثير لكم.
better keep reading, 'cause this book's gonna be a good book, 'cause this book's gonna be a good book, 'cause this book's gonna be a good, good book to read. 'Cause this book's gonna be a good book, 'cause this book's gonna be a good book, 'cause this book's gonna be a good, good book to read. Pick up that book and turn the page. You'll never know just what you'll find. Information or fantasy, drama and art, I'll make you smart. I know that you'll have a ball. Turn off the TV and just read them all. Just think, with a book you'll be so entertained. OMS has the best readers in FLA. Read. Fill up my mind with nonfiction. Let's get the facts and use them up. Collaborate, graduate, feed your brain, and then we'll just keep on reading. Gonna be a good book, 'cause this book's gonna be a good book, 'cause this book's gonna be a good, good book to read. 'Cause this book's gonna be a good book, 'cause this book's gonna be a good book, 'cause this book's gonna be a good, good book to read. I got my book. Do you have yours? Yeah. What is the title? And who's it by? Where is it set? Maybe it's based. España. Is it fiction? What? Or is it real? Will it be happy? Yeah. Or maybe sad? Let's see what happens. By reading on. Open that book. Yeah. And have a look. It's an adventure. Woo! So keep on.